وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مع استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة. ده بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن احنا عارفين إن هنبدأ من النهاردة ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، يمكن مش بنسب عالية لكن مع ارتفاعات في نسب الرطوبة ده هيزيدنا من الإحساس بحرارة الطقس. بالتأكيد طبعا احنا أعلنا في نشراتنا وفي تحذيراتنا إن البلاد بدأت تشهد ارتفاعات تدريجية وطفيفة في درجات الحرارة بعد انخفاضات نسبية شهدناها على مدار أيام السبت والأحد، سجلت فيها العظمى على القاهرة ما بين الـ 34 لـ 35 درجة، لكن زي ما قلنا بداية من الأمس واليوم ارتفاعات طفيفة وتدريجية، يعني كل يوم هيكون أعلى من اليوم اللي قبله بمعدل درجة لدرجتين تقريبا، وبالتالي متوقع أن درجة الحرارة اليوم تحديدا تكون أعلى من الأمس بمعدل درجة، وبالتالي متوقع العظمى اليوم على القاهرة تكون في حدود 37 درجة مئوية. محافظات الصعيد أيضا بدأت تسجل، خاصة شمال الصعيد، درجات حرارة أقل من 40 بعد ما كانت دايما بتسجل أعلى من 40 درجة مئوية، وبالتالي نقدر نقول أن الطقس اليوم هيكون طقس مشمس تماما وطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، وخلال ساعات الليل مائل الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير خلال ساعات الليل، اللي بتوصل نسب الرطوبة ليلا على محافظات الساحل الشمالي لأكثر من 90% وبتتجاوز 80 و85% بالنسبة للقاهرة الكبرى، وده هو السبب خلال ساعات الليل اللي بيشعرنا بطقس مائل للحرارة خاصة في المناطق المغلقة خلال ساعات الليل. بالتأكيد كلنا بنلاحظ الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر بنبدأ نلاقي شبورة مائية خفيفة يمكن غير مؤثرة تماما، لكن طبعا المسافرين على الطرق الزراعية والمناطق اللي بتكون قريبة من المسطحات المائية بيلاحظوا وجود شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر في الأجواء. ده يعتبر ملخص حالة الطقس اليوم، زي ما قلنا هو ارتفاع خفيف وتدريجي بدرجات الحرارة. ذروة الارتفاعات التدريجية دي زي ما قلنا كل يوم أعلى من اليوم اللي قبله، لكن ذروة الارتفاعات دي متوقع أنها تكون على مدار أيام آخر الأسبوع، بنتكلم عن الخميس والجمعة، اللي هتوصل معاها العظمى على القاهرة في حدود 38 ربما 39 درجة هيتم قياسها في الظل، ودي بالفعل ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية. هيكون معاها أيضا يوم الخميس مهتم في سرعات الرياح، ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ارتفاع الحرارة في طبقات الجو العليا، كل العوامل دي يوم الخميس هتشعرنا أكثر بدرجات حرارة محسوسة أعلى من اللي بيتم قياسها بمعدل يتجاوز الـ 2 لـ 3 درجة، يعني الـ 38 درجة المتوقع تسجيلها نهاية الأسبوع دي هنشعر بيها وكأنها ربما 40 أو 41 درجة مئوية. كمان على نهاية الأسبوع محافظات جنوب الصعيد هتعود مرة أخرى علشان تسجل 45 ربما 46 درجة مئوية بعد ما بدأت تسجل الفترة الحالية ما بين 41 لـ 42 درجة مئوية. فهي بالفعل زي ما أشرنا ارتفاعات تدريجية ذروتها نهاية الأسبوع، لكن يمكن الشيء المبشر في الأمر أنه بدخول يوم الجمعة هتبدأ الانخفاض طفيف وتدريجي خاصة على سواحلنا الشمالية الغربية عند مطروح واسكندرية، وطالما بدأ انخفاض طفيف على القطاع الشمالي الغربي من الجمهورية بالتالي هيصل القاهرة بالتأكيد هيبدأ يأثر على باقي مناطق الجمهورية، هيدخل على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء يوم السبت، فهتعود درجات الحرارة يوم السبت 35 و36 درجة مئوية. خلينا نقول ان لما بنقول انخفاض خلال الفترة دي هو مش انخفاض كبير، يعني هو بيكون انخفاض نسبي مقارنة بالايام اللي قبله، بيظل معاها الطقس شديد الحرارة على اغلب الانحاء لكن يعتبر تحسن مقارنة بالايام اللي هو بيكون قبلها.
احنا عشان كده بنتابع مع حضراتكم كل يوم من الهيئه العامه للارصاد الجويه علشان نعرف اخبار الطقس يوم بيوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 37 الصغرى 25، العاصمه الاداريه 37 25، اسكندريه 31 23، العلمين الجديده 32 22، مطروح 30 23، دمياط 32 24، بورسعيد 34 24، اسماعيليه 38 24، السويس 38 24، العريش 33 23، كاترين 33 16، طابا 36 26، حلايب 36 29، شلاتين 39 28، شرم الشيخ 39 30، الغردقه 40 30، الفيوم 37 24، بني سويف 38 24، الوادي الجديد 41 25، أسيوط 40 25، سوهاج 40 26، وقنا 41 29، الأقصر 42 29، وأخيرا أسوان 43 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن بنقول مرة تانية إن في ارتفاعات ملحوظة حتى نهاية الأسبوع في حالة الطقس مع ارتفاع نسب الرطوبة، فيا ريت ما نتعرضش لأشعة الشمس المباشرة خاصة في وقت الظهيرة، ولكبار السن والأطفال ونحاول إن احنا ما نتعرضش للإجهاد الحراري بشرب كميات مية وافية ونقف في الظل. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسانت علشان نكمل معاكم في خلاصة آخر يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.